بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. بفضل الله تعالى وصلت اليوم الجمعة 29/10/2021 الدفعة العاشرة من لحوم صكوك الأضاحي إلى مديرية أوقاف البحر الأحمر بحمولة 2 طن، ليكون إجمالي ما وصل إلى المديرية حتى تاريخه 20 طن. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم استلمت مديرية أوقاف قنا كمية من لحوم الأضاحي وقدرها 4 طن. اليوم هو الجمعة الموافق 29 أكتوبر 2021، وبفضل الله تبارك وتعالى تسلمت اللجنة المكلفة من مديرية أوقاف جنوب سيناء كمية 3 أطنان، وهي الدفعة 9 بإذن الله تبارك وتعالى، ليكون إجمالي ما وصل من لحوم صكوك الأضاحي إلى محافظة جنوب سيناء 20 طنا بفضل الله تبارك وتعالى. والسلام الله عليكم ورحمة وبركاته.